تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مستمعين الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعين الأعزاء، الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي المتألقة. قبل لا نستعرض فقرات برنامجنا هذا اليوم، مستمعينا أحب أن يرحب بفريق العمل المبدع معنا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الأخفلي، ودائما في الإخراج مخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد، وأيضا أرحب بزميلتي الأخت آمنة العلي. أهلا فيك أخوي عبد الله، واليوم صباحنا مختلف، صباح الخميس. طبعا صباح الخميس الونيس، اللي هو نهاية الأسبوع وبداية شهر جديد اللي هو شهر أبريل. نتمنى طبعا لجميع المستمعين كل السعادة والتوفيق في هذا الشهر إن شاء الله. مثل ما قالت أختي آمنة، إن شاء الله اليوم يوم الخميس، وأيضا فقراتنا جميلة ومتنوعة، ودائما نرحب بتواصلكم مستمعينا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا هذا اليوم، وأول خبر أو أول موضوع اليوم فقرة الأخبار المحلية والعالمية، مشروبات الطاقة خطر على صحة الأطفال، وتفاصيل هذا الخبر أكيد عند الأخت آمنة العلي. وفقرة السوشيال ميديا، ودائما مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي بتعطينا هاي المستجدات. أما فقرة أنماط الحياة اليوم تحت عنوان مبادرات صندوق الصحة خلال العام الماضي، وبيكون ضيفي اليوم الأستاذ سالم بن لاحج مدير صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي، وبنتحدث معاه عن أبرز المبادرات اللي نفذتها صندوق هيئة الصحة بدبي، وأيضا القيمة الإجمالية وعدد المرضى وأبرز الحالات المرضية اللي تم مساعدتها من خلال صندوق هيئة الصحة بدبي. أما الفقرة الأخيرة لهذا اليوم وفقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، مستمعين الأعزاء، أيضا موضوع مهم وحيوي عن السكتة الدماغية وعلاقتها بالأمراض الباطنية، وأيضا بيكون ضيف معايا الدكتور عبر الهواء الدكتور معاوية سيد أحمد علي عباس، أخصائي الأمراض الباطنية بهيئة الصحة بدبي، وبنستعرض معاه أيضا عن السكتات الدماغية وعلاقتها بالأمراض الباطنية، وبنتكلم عن أيضا هل جميع السكتات الدماغية يعني شديدة الخطورة على صحة الإنسان، وبنتعرض نعرف أيضا عن الأعراض والوقاية والعلاج. هاي كلها فقراتنا لهذا اليوم مستمعين الأعزاء، ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وإلى خبر مشروبات الطاقة. نعم أخوي عبد الله، مشروبات الطاقة خطر على صحة طفلك. قال مركز حماية المستهلك بولاية براندبورغ الألمانية إن مشروبات الطاقة غير مناسبة للأطفال والمراهقين، نظرا لأنها قد تشكل خطرا على صحتهم. وأوضح طبعا المركز أن تناول مشروبات الطاقة قد يؤدي إلى اضطرابات النوم والعصبية والصداع وتراجع القدرة على التركيز وكذلك البدانة، وذلك بسبب محتواها العالي من الكافيين والسكر. وأضاف المركز أنه بشكل عام لا يجوز أن يتناول الطفل الكافيين بمعدل يزيد عن 3 ميلي جرام لكل كيلو من وزن الجسم في اليوم، أي أن الطفل الذي يبلغ وزنه 40 كيلو جراما لا يجوز أن يتناول الكافيين بكمية تزيد عن 120
30 ميلي جرام في اليوم. فأخوي عبد الله شو رأيك أصلا في الكافيين والأطفال؟ أحس أصلا ما براكب في أطفال يعني يتناولون كافيين برأيك؟ طبعا حسب الدراسة طبعا اختئامنا بأن يعني بشكل عام جميع هاي المشروبات الطاقة تحتوي على نسبة كبيرة جدا من السكريات وأيضا بعض المواد اللي فيها مواد الطاقة والسكر، فلهذا السبب يعني مضر لصحة الأطفال. ومثل ما ذكرت الدراسة أيضا بأن يعني يعني ال 120 ملي جرام في اليوم تقريبا يعني نصف كوب، إذا يعني مثلا الشخص البالغ حاب إنه يشرب فمفروض إنه ما يزيد أكثر من نصف كوب في اليوم الواحد. هذا طبعا للبالغ أو المراهق، أما الأطفال المفروض الصراحة يعني ما يشربون هالنوع من المشروبات لأن فيها نسبة الكافيين مرتفعة وفيها نسبة السكر مرتفعة، وهاي الأشياء دائما تأثر على الصحة العامة للطفل، وأيضا ممكن يكون يعني مستقبلا عند زيادة في الوزن. ومثل ما تعرفين دائما الأطفال اللي يبدأ عندهم زيادة في الوزن ويوصلون إلى السمنة فممكن يعني يتعرضون لكثير من الأمراض، وأهم مرض هو الإصابة بداء السكري. نعم بالضبط أخوي عبد الله، فدائما ننصح المستمعين وخاصة أولياء الأمور أن يهتمون بمشروبات أطفالهم، لأن الصراحة هذا الموضوع مو موضوع بسيط، موضوع جدا مهم. وبنحتاج إذا ترتبي لنا حلقة اختئامنا إن شاء الله قريبا عن هالموضوع مشروبات الطاقة بشكل تفصيلي. ننتقل وياك إلى فقرة السوشيال ميديا، وأكيد زميلتنا الأخت أسماء الجناحي تنتظر. أختي أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور سرور أخوي عبد الله وأختي آمنة، عليكم وعلى كل المستمعين ذات نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والعافية ودائما الطاقة الإيجابية أختي أسماء. أهلين. نحن بس حابين نأكد من ضمن الأشياء اللي وايد مهمة عن قنوات التواصل الاجتماعي إن إعلان دبي القابضة وصحة دبي تعلنان عن إطلاق حملة للتبرع بالدم تحت شعار أفضل هدية إنقاذ حياة لتشجيع أفراد المجتمع على التبرع بالدم. تغطي الحملة الممتدة على مدار 12 شهور 16 موقع في دبي من خلال حافلة متطورة مخصصة لتبرع بالدم. الحملة هاي نحن مسوينها أخوي عبد الله مع دبي القابضة لتشجيع أفراد المجتمع لأخذ للتطعيم، لتبرع بالدم. ممكن ما نتكلم عن التطعيم. صحيح. نحن اليوم موجودين خلال عطلة نهاية الأسبوع في منطقة سيتي ووك، اللي بيكون موجودين في المكان ويايين طالعين في الويكند ننصحهم أن يجون الحافلة، وإذا عندهم القدرة على التبرع بالدم يتبرعون، لأن كل شخص قادر على إنقاذ حياة 3 أشخاص. نحب نتكلم عن التبرع بالدم دائما. نحن قلنا على التبرع بالدم على التطعيم، اليوم خربطة بين تطعيم التبرع بالدم. اليوم الخميس اسمه. اسمه المفروض احنا نشحن الطاقة منك الخميس، اليوم شوي شكلك يعني بين التطعيم والتبرع بالدم. أكثر أسئلة وصلنا اليومين عندهم أعلننا عن التبرع بالدم، عن التبرع بالدم وأيضا عن تطعيم، لأنه ما شاء الله الإقبال وايد كبير على التطعيمات. وأيضا نحب نأكد على أهمية أخذ موعد مسبق، يعني ما نبي حد يوصل للمركز يقولوا له لازم بالمواعيد، فدائما ننصح الجميع بأخذ موعد مسبق من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي ويشوف مدى تطبيق الوقت المناسب لأنه يأخذ التطعيم يناسب اللي يكون متاح ومناسب له. أيضا نحن بس نأكد بالإجراءات الاحترازية خلال عطلات نهاية الأسبوع، صح يعني نحن نبغى نستانس ونقدر نستانس، نحن ملتزمين بالإجراءات الوقائية، أهم شيء التباعد الجسدي، ما له داعي الأحضان وال ليه متى يعني اسمه لو الله يفرجها وأيضا التباعد الجسدي واللبس الكمامة وغسل اليدين، أهم شيء إنه ما يلامسون الأنف والعين والفم قبل غسل اليدين. طبعا أسماء شو أحلى من التبرع في الدم في نهاية هذا الأسبوع مثل ما ذكرتي، لو تذكرين مستمعين مرة ثانية بهذه الحملة اللي بتكون، طبعا نتمنى منهم التواجد هناك في سيتي ووك للقادرين على التبرع بالدم.
نحن موجودين إن شاء الله اليوم وباكر والسبت في منطقة سيتي ووك. الباص ما شاء الله كبير يعني يبين يعني حتى يعني إذا بيشوف بيحصلون على طول. وأيضا في وايد يعني مثل إرشادات على موقع موقع الباص من خلال الشاشات الموجودة في سيتي ووك وفي الطريقة بالضبط، ما بيضيعون عشان يوصلون الباص، وموجود في مكان قدام الناس يعني مكان متاح للعامة. ف يعني اتمنى من الجميع يوم يتبرعون بالدم، لان منها اجر ومنها ان انقاذ حياه، لان هذا الدم يعني ممكن واحد يجي يتبرع باي شيء، لكن الدم الشيء الوحيد اللي يعني ما يتحصل ببيتك. بالضبط. شكرا. دمتم بصحه سعاده. دمتي بصحه وسعاده اختي اسماء الجناحي، وان شاء الله نهايه يعني اجازه نهايه اسبوع موفقه لك يا رب. مستمعينا الاعزاء بناخذ فاصل اتوقع اختي امنه. نعم. وبعد الفاصل بننتقل إلى فقرتنا الثانية أنماط الحياة، واليوم تحت عنوان مبادرات صندوق الصحة خلال العام الماضي. بيكون ضيفي اليوم الأستاذ سالم بن داحج مدير صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي، وبإمكانكم التواصل معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006. وننتقل إلى زميلتي الأخت آمنة آل علي ومبادرات صندوق صحة خلال العام الماضي. طبعا أخوي عبدالله، تمكن صندوق صحة بهيئة الصحة بدبي خلال العام الماضي من تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية بالتعاون مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين، والتي استفادت منها آلاف المرضى بمستشفيات الهيئة ومن مختلف الجنسيات. وللحديث عن هذا الموضوع وما حققه صندوق الصحة من إنجازات خلال العام الماضي، يسرنا طبعا ويشرفنا أن يكون معانا اليوم عبر الهاتف الأستاذ سالم بلاحج مدير صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذ سالم. صباح الخير. مرحبا أختي. يا صباح الورد أستاذ سالم. هلا هلا استاذ عبد الله، كيف حالك؟ اشتقنا لك الصراحه من زمان، يعني ما سمعنا صوتك. وطبعا مثل ما قالت الاخت امنه اليوم، نحن سعداء جدا بوجودك معنا في برنامج صحه وسعاده، والحقيقه يعني نشكركم دائما على انجازاتكم والمبادراتكم الحقيقه من خلال موضوع صندوق هيئه الصحه بدبي. جزاك الله خير. طبعا هيئة الصحة نحن شغلنا نقول يعني الجانب الإنساني في العلاج والجانب الإنساني في الدعم، يعني صحيح نكون يعني وصلنا يعني نكون رسالة واصلة يعني للناس. صحيح. أنا دائما أستاذ سالم يعني اللي طبعا يعني المبادرة هاي جميلة، مبادرة صندوق صحة، واللي يميزها الحقيقة يعني من خلال لقائنا بك وحديثك عن المبادرة هاي، بنتكلم إن شاء الله يعني خلال الأسئلة أو الفترة هاي، ولكن خلنا نحن في البداية نعرف مستمعينا الأعزاء عن المبادرة هاي أو الصندوق هذا، وأبرز أيضا المبادرات اللي نفذتوها أنتم من خلال صندوق هيئة الصحة بدبي العام الماضي أستاذ سالم. طبعا شكرا. تعرف أخي عبد الله، صندوق الصحة دائما يعني أو وجد في هيئة الصحة لدعم الحالات المعسرة وتنفيذ برامج إنسانية ومجتمعية لدعم المجتمع بشكل عام يعني. نعم. نحن في خلال فترة كوفيد وفي خلال الإقلاقات صندوق الصحة ما توقف يعني في أن يدعم الحالات الإنسانية، إن كانت العمليات، إن كان الأدوية، إن كان برامج الدعم بشكل عام. فصندوق الصحة ما توقف يعني من تقديم الخدمات هذه خلال فترة
الإغلاقات هذه يعني. فبدينا ابتكرنا بعض المبادرات اللي هي تخدم المريض يعني وتوصل للعلاج يعني حتى في أماكن بيوتهم يعني. صحيح. طبعا أستاذ سالم يعني لو تحدثنا زيادة عن صندوق الصحة، طبعا مثل ما ذكرت أخوي سالم بأن مبادراتكم لا تختصر فقط على توفير العلاج للشخص، أنا متأكد أن يعني برنامج أكبر عن هذا النطاق، أنتم ممكن أيضا من خلال عملكم مع المستشفيات أو الجهات الثانية فتأخذون بعين الاعتبار الشخص هذا اللي يستفيد منكم كصندوق حسب المعايير وحسب المعطيات اللي موجودة عندكم. يعني أيضا تتطرقون إلى جوانب ثانية، يعني أنتم قبل لا يتم يعني استفادة الشخص هذا من صندوق الصحة هناك فريق عمل متكامل معك أستاذ سالم لدراسة الحالة، دراسة حالته من ناحية حاجته الصحية، حاجته من ناحية الجانب الاجتماعي ومن الجانب النفسي، يؤخذ بعين الاعتبار. لو يعني نسمع منك هذا الموضوع من هذا الجانب وأيضا يستفيدون منه مستمعينا الأعزاء اليوم. طال عمرك احنا يعني استراتيجية الصندوق أو دراسة الحالة أو تقييم الحالة. نعم. نحن نقول المريض في البداية طبعا ينصدم أنه مريض، يعني هذه أول يكلم يقولون أول صدمة له، بعدين ممكن ينصدم بتكلفة العلاج اللي ممكن ما يقدر يوفرها يعني. فنحن فريق العمل اللي موجود في الميدان وموجود في المكتب يعني، فتبدأ رحلة المريض شكل ما نسميها نحن. نعم. من يعني الدكتور بعد ما يشخص حالته ويبلغه أنه محتاج العلاج الفلاني ولا هذا وهو ما بيقدر يتدخل يعالجه، طبعا يتحول على الأخصائي الاجتماعية يدرسون الجوانب الاجتماعية والجوانب المادية بشكل عام يعني، ويقيسونها على طبعا على مدى يعني شو يقدر هو يساعد، يعني احنا نسميها المشاركة في التكلفة في قيمة العلاج، إذا قدر يساهم فيها أو التأمين يغطي جزء نحن نغطي جزء. فندرس الحالة من كل جوانبها، عقب يبدأ يعني تخصيص له الدعم إن كانت لمرة واحدة أو إن كان إذا في خطة علاجية مستمرة نوجد له يعني خطة علاجية يعني غطاء للخطة العلاجية هاي المستمرة. فيكون طبعا يعني نتابع المريض من بداية برنامج علاجه لين صحيح الحمد لله لين نهايته يعني إن شاء الله. وهذا هو الشيء الحقيقة أستاذ سالم المميز يعني اللي يتم الأخذ بالاعتبار فيه، لأن اللي نحن نعرف أستاذ سالم أن يعني بعض الناس واللي أنا عارفه يعني بشكل شخصي اللي مستفيدين من صندوق هيئة الصحة بدبي وبالأخص العلاج، لأن في بعض الناس أستاذ سالم يعني علاجهم يطول ممكن يعني بالأشهر وممكن يطول بالسنين، فهذا أيضا أنتم تأخذون بعين الاعتبار بأن يتم متابعة حالة الإنسان هذا من يعني من علاجه بحيث أنه في النهاية يأخذ العلاج المتكامل. لو تحدثنا أكثر عن هذا الجانب، وأيضا عندنا مداخلة من أحد الإخوان حاب أن يسمع أيضا أن أنتم عندكم لجنة تسمى بلجنة الحالات المعسرة، لو تخبرنا أيضا أكثر شو مهام هاي اللجنة أستاذ سالم. هو طبعا بالنسبة اللي احنا يعني قدرنا أن احنا شو نسوي حسب حاجة نقول احنا الميدان وحسب حاجة يعني الميدان الطبي. نعم. يعني في مبادرات يعني بدينا نطلقها ويا الأطباء أو ويا الأقسام اللي في المستشفى، مثل أطلقنا مبادرة القلب أو أنقذ قلبا للحالات اللي هي تينا حالات القسطرة أو الذبحة الصدرية لتويلة تدخل سريع. نعم. والأخذ القرار السريع، فهذه مثل الحالات هذه بدينا نحن ناخذ بعين الاعتبار أن نعملها باقة متكاملة من دخول المريض لين إجراء القسطرة لين عملية تأهيل القلب والأشعة وأدوية لمدة 6 أشهر. فعملنا له باقة متكاملة مثلا لمريض القلب، فالمريض اللي يوصل يعني شخص الطبيب أنه يحتاج لقسطرة سريعة مثلا خلال 24 ساعة وما عنده مجال أنه يدفع، الصندوق يتدخل في الموضوع هذا ويدخل هو في المبادرة هذه. نعم. طبعا أستاذ
سالم، نحن سعيدين ان هاي المبادرات مثل ما ذكرت، اذا كانت هناك حالات حرجه تحتاج المساعده في نفس الوقت ايضا في صندوق صحه انتم تاخذون بعين الاعتبار هذه الحالات. اذا بغينا نعرف منك استاذ سالم القيمه الاجماليه للمساعدات اللي قدمت في عام 2020. في 2020 احنا تقريبا برامج المساعدات اللي قدمت احنا توقع احنا في فوق 170 مليون تقريبا، يعني هذا الرقم اللي اذكره. طبعا هو توزع على برامج مباشرة او دعم مباشر مثل تبرعات مباشرة للمرضى من خلال برامجنا اللي هي البرامج العلاجية المباشرة اللي المريض يستفيد منها من هيئة الصحة، وفي برامج أدوية، وهذه البرامج الأدوية اللي هي تعتبر الحالات اللي هم عندهم أمراض خطيرة ومزمنة وما يقدرون يعني يستكملون برامجهم العلاجية، فهذه احنا تعاوننا مع شركاء خارجيين مثل شركات الأدوية من شكل برامج تنفذ المسؤولية المجتمعية في الشركات هذه، ومن خلالها قدرنا نضمن برامج علاجية للمرضى طول السنة. المريض مثلا يكلف 500,000 في أدوية علاجية لمرض سرطان الثدي أو سرطان، يعني أغلب أنواع السرطانات اللي فيها أدوية مباشرة للمريض وما بيقدر يغطيها، يدخل البرنامج هذا ويقيم ويتغطى أكثر من 70% أو 80% من تكاليف علاجه. ففي يعني يوم تي تجمعها يعني نقول إحنا الحالات هاي نقيمها ماديا، فإحنا وصلنا فوق 170 أو 178 مليون درهم تكلفة برامجنا خلال سنة يعني 2020، يعني في عز الأزمة شكل ما نقول إحنا. نعم أستاذ سالم، عندنا مداخلة أيضا من الأخ خالد. خالد صباح الخير أخويا. صباح نور. صباح أخوي. الله يحييك. بالعكس، سعيدين جدا بتواصلك معنا في برنامج صحة وسعادة. الله يطول عمرك. صدقني أنا كنت واصل الهيئة وسبحان الله سمعت الإذاعة أن تواصلت ويا حد في الهيئة. نعم. لأن عندي موضوع وايد ضروري، فقلت أنا حياتي ما تواصلت البث المباشر، بس قلت بتواصل وبسمع أخوي سالم شو بيقول عن موضوعي. نعم، نحن أخوي خالد في برنامج صحة وسعادة، تفضل إذا في عندك موضوع وممكن يعني تواصل مع الأستاذ سالم بن لاحج. والله نعم. أخوي سالم السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يطول عمرك. سامحنا لزاج أخوي. الله يطول عمرك. أنا ولدي صار له شهر في المستشفى في العناية، دكتور هو أصلاً بفهمك سالفة، الولد سنة ونص يتعالج خطأ، كان ما يعرفون شو مشكلته وكان يعطونا دواء فرع، وآخر شيء اكتشف الدكتورة مواطنة في المستشفى لطيفة أن الولد فيه ورم في رأسه، فقالت الولد لازم يستقصلون الورم، لازم يسافر خارج الدولة. فالدكتور عشان الحلال والحرام كتب تقريره بسرعه وكتب يا انه يشير لندن يا يشير امريكا عشان علاج اللي هي الاعصاب، مستشفيات اللي نعترف فيها معروفه في امريكا او في لندن. جيتهم الهيئه يا جماعه ترى كذا كذا، قالوا خلاص صار طيب ما عليك الامور طيبه بنخلص لك الموضوع بسرعه. خلصوا لي يقول بعد اسبوع قالوا لي خلاص بتسير المانيا. يا جماعه ترى دكتور ذاكر يا امريكا يا لندن، ولندن تعرف لوكداون وحالات ما تدخل لندن. قال ما ادري كيف الدكتور طلب مره ثانيه عاجل، الدكتور نفسه في المستشفى طلب عاجل، الولد دش حاله خطره، يا جماعه ارجوكم سافروا الولد بسرعه، ترى الولد في حاله ولازم طياره خاصه ولازم كذا كذا دكتور وكذا. اخويا خالد اعذرني يا طويل العمر بان الموضوع اللي انت حضرتك تتكلم فيه يمكن مش موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ولا يمكن من تخصص الاستاذ سالم بن لاحج، لان اليوم الحلقه مختصره على يعني صندوق هيئه الصحه بدبي، وثق تماما ان شاء الله نحن بنتواصل وياك مباشره بعد الاذاعه وبنشوف موضوعك بالضبط. اخوي سالم اخوي مش في الهيئه. نعم اخوي سالم مش في الهيئه.
لا أخوي هو سالم في الهيئة، ولكنه مسؤول عن صندوق الصحة في هيئة الصحة بدبي. اليوم هذا حديثنا معه، ولكن حديثك أو موضوعك أتوقع أخوي خالد يحتاج أن نحن نحوله على الجهات المعنية، وأنا شخصيا بتواصل وياك بعد الحلقة مباشرة وباخذ التفاصيل وبنحولك على الجهة المعنية على أساس أنك تستفيد من الموضوع. شاكرين تواصلك أخوي خالد مع برنامج صحة وسعادة، وإن شاء الله بنتواصل وياك. أستاذ سالم نكمل حديثنا معك، كان عن موضوع يمكن القيمة الإجمالية وأيضا عدد المرضى المستفيدين من صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي. هو طبعا شكرا، ما قلنا احنا الحالات اللي احنا اللي غطيناها أكثر من 178 ألف تقريبا في برامج الأدوية بشكل خاص، و يعني احنا تجاوزنا الاعداد بالنسبه للمرضى خلال 2020. احنا وصلنا اكثر من 216 مليون درهم، يعني تكلفه العلاج داخل الهيئه والبرامج اللي نفذت الهيئه بشكل عام يعني، وتجاوزنا فوق 23 الف مريض تم تغطيتهم من خلال صندوق الصحة والبرامج اللي تنفذت طبعا، واللي استفادوا تقريبا أكثر من 50 جنسية استفادوا من خدماتنا في من خلال صندوق الصحة. طبعا كل البرامج هاي طبعا تنفذ من خلال يعني برامج مدروسة، وشكل ما نقول نحن يعني لحاجة الميدان لا يعني صحيح. فأغلب البرامج اللي تنفذت خلال الفترات الماضية كانت يعني لدعم الحالات الإنسانية بشكل عام. نعم أستاذ سالم باللحج، بالتأكيد الحديث عن صندوق الصحة ومبادرات صندوق الصحة كبير ومتشعب، وإن شاء الله نستضيفك أستاذ سالم باللحج في رمضان أيضا لذكر مبادرات صندوق الصحة والاستكمال حديثنا الذي توقفنا عنده. شكرا لك أستاذ سالم باللحج مدير صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي. شكرا لك أستاذ سالم. شكرا، الله يحييك. مستمعينا الأعزاء بناخذ وياكم فاصل، وبعد الفاصل بننتقل إلى خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم تحت عنوان السكتة الدماغية وعلاقتها بالأمراض الباطنية، وبيكون معنا ضيفنا اليوم الدكتور معاوية سيد أحمد أخصائي الأمراض الباطنية بهيئة الصحة بدبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج الصحة وسعادة اللي قدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا نأخذ فقرتنا الثانية مستمعينا الأعزاء، اليوم تحت عنوان السكتة الدماغية وعلاقتها بالأمراض الباطنية، أيضا نحب أن نعطيكم بعض المستجدات بالنسبة للأخ خالد اللي اتصل قبل شوية عن موضوع اللي كانت خاصة. تفضلي أختي آمنة. نعم، بخصوص مستمعنا طبعا اللي اتصل على برنامج صحة وسعادة، نبي نقول له إن شاء الله سيتم التواصل معه، وسلمنا رقمه للمعنيين بهيئة الصحة بدبي للتواصل معه ولحل مشكلته إن شاء الله في أسرع وقت ممكن. نعم، وننتقل أيضا مستمعين الأعزاء إلى فقرتنا الثانية اختي آمنة عن السكتة الدماغية وعلاقتها بالأمراض الباطنية. نعم، السكتة الدماغية طبعا أخوي عبد الله من الحالات والمشكلات الصحية الشديدة الخطورة اللي قد يتعرض لها البعض وقد يتعرض لها شخص من دون سابق انذار، لكن من المؤكد علميا أن هناك أسباب ومقدمات للسكتة الدماغية، وطبعا هذا موضوعنا اليوم مع الدكتور معاوية سيد أحمد أخصائي الأمراض الباطنية العام في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتور معاوية. دكتور معاوية صباح الخير. الخير صباح الخير، شكرا موضوع إذاعة نور دبي وشكرا لتحت الفرصة. أهلا فيك دكتور. دكتور طبعا نحن سؤالنا ويمكن سؤال المستمعين، شو علاقة السكتة الدماغية بالأمراض الباطنية؟ نعم، دائما الناس عندهم فكرة عن الأمراض الباطنية مرتبطة بأمراض
أمراض الجهاز الهضمي، لكن التخصص الأمراض الباطنية وما يعرف بالأحرى نسميها الأمراض الباطنة، تخصص أمراض الباطنة هو تخصص دقيق وعميق يشمل كثير من التخصصات اللي داخله، تشمل العديد من الأجهزة كجهاز أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الجهاز العصبي، أمراض المفاصل والروماتيزم. فأمراض الجهاز العصبي هي جزء من الأمراض الباطنية وتخصص الأمراض الباطنية أو الأمراض الباطنة، ولدينا في مستشفى دبي نستقبل العديد من الحالات بسكتات الدماغية تأتي إلى الطوارئ عن طريق الإسعاف، ولدينا العديد من الحالات المنومة في قسم الباطنية. نعم أخوي. نعم عفوا دكتور معاوية، حابين أيضا نعرف منك، هل جميع السكتات الدماغية تعتبر شديدة الخطورة ولا هناك مستويات للسكتة الدماغية؟ لمعرفة خطورة السكتات الدماغية يمكن نشمل عموما نقول كل السكتات الدماغية هي ذات خطورة، لأنها تعتبر حالة طارئة emergency، بمعنى أنه أي شخص يتعرض لأعراض شخص سكتة دماغية عليها أو يتوجب عليه الاتصال بالإسعاف أو الوصول للمستشفى في أقرب فرصة ممكنة. لمعرفة خطورة السكتة الدماغية لدينا نوعين من السكتة الدماغية عموما، هي في سكتة دماغية تسمى بسكتة دماغية الإخفارية، يمكن يعني لفظ عربي شوية عميق، لكن هي ما يسمى عند العامة بالجلطات، يسمى جلطة دماغية. ولدينا نوع آخر يسمى بالسكتة الدماغية النزفية، أو يحصل نزيف في الدماغ أو نزيف في المخ. تختلف خطورة السكتة الدماغية باختلاف الأعراض، باختلاف مكان الجلطة نفسها أو النزيف، باختلاف عوامل الخطورة، تختلف من شخص لآخر، في شخص لديه عوامل خطورة كثيرة، وتختلف باختلاف الأعراض. يعني في مريض ممكن يجي بغيبوبة كاملة، وفي مريض بيجي بسكتة دماغية تكون عابرة، يعني تحصل له أعراض في خلال دقائق تختفي جميع الأعراض. ولكن خطورة يقودنا خطورة السكتة الدماغية إنه أتكلم عن حاجة مهمة جدا للمجتمع، اللي هي إنه في تقييم سريع جدا للسكتة الدماغية، يعني زي ما قلت إنه السكتة الدماغية هي حالة طارئة، تعتبر حالة طارئة، الخطورة تختلف باختلاف هذه العوامل، لكن في تقييم سريع جدا ممكن يعمل أي حد في البيت. إذا حصلت أي شخص عنده عوامل خطورة، نتكلم عن الخطورة العامة كالضغط والسكري والسمنة والمدر والعمر، دائما تحصل لأبائنا وأمهاتنا، فهذا التقييم السريع ممكن يخلي الشخص يطلب الإسعاف أو يحضر المستشفى بسرعة. التقييم السريع هو نفسه يسمى بفاست، يعني تختصر بالإنجليزية بكلمة فاست، هي بسرعة، فيمكن فاست اللي هي للفيس للوجه، فأي حد ممكن يحصل له تغيير في الوجه أو تدلي في عضلات الوجه، ممكن تكون هذه علامة من علامات الجلطة. يعني أي حد في البيت ممكن يقيم إنه في تغيير في شكل الوجه، يجده عند أحد الأهل. الشيء الثاني اللي هو إيه للأرم لليد أو الطرف العلوي الذراع، إذا حصل أي شخص في البيت عنده تدلي في الذراع، ما قادر يرفع يده، الطاقة بتاعت يدينه ما زي أول أو ما زي في البداية لحياته الطبيعية، فعليها تصل بالإسعاف سريع. العرض الثالث هو السريع، أنا بتكلم مش هتكلم عن أعراض، لكن بتكلم عن تقييم سريع جدا لتدارك الخطورة. الشيء الثالث اللي هو الاس وتاني السبيتش اللي هو الكلام، إذا حصل أي شخص في البيت تغيير في الكلام، في طريقة الكلام، عدم كلام، أو يتكلم كلام حتى غير مفهوم، مرات الشخص ممكن يتكلم الكلام يكون واضح المخارج لكن يكون غير مفهوم، أو يجيب على أسئلة بطريقة مختلفة، يعني تسأل تقول له يعني أنت وين، يجيب مثلا يقول أنا اسمي كده، بمعنى أنه يجيب على الأسئلة بطريقة مختلفة عن السؤال الموجه له. هذه الثلاث أشياء اللي هو تقييم الوجه، تقييم حركة الذراع العلوي، وتقييم الكلام، ممكن تقييم أنه المريض أصيب بجلطة دماغية أو بسكتة دماغية إذا كانت نزيف أو كانت جلطة، وبالتالي ممكن تتصل بالإسعاف سريع جدا لنقل المريض للمستشفى. أنا أقول هذا الكلام لأنه الفترة الأولى بعد الجلطة اللي هي خلال زمان كان يقولوا 3 ساعات، الحين امتدت لحد 4 ساعات ونص، هي مهمة جدا للعلاج أو تحديد العلاج أو نجاح العلاجات، لأنه في علاجات نحن نسميها دائما بالويندو بيريود، هذه الفترة مهمة جدا لتحديد العلاج أو لسرعة العلاج أو لنجاحة العلاج. فأي شخص يحس بهذه الأعراض أو يشك في جلطة عليه أن يتصل بالإسعاف ويصل للمستشفى بأسرع وقت.
لانه احنا للاسف يجونا مرضى يكون مثلا الجلطه او النزيف حصل بالليل ويجي اليوم الثاني على 10 صباحا، تكون مرض اكثر من 12 ساعه، فهذا يصعب مهمه العلاج للاطباء. يعني نعم دكتور، انت تقول ان اذا حسينا باعراض مختلفه على الشخص المتواجد عندنا في البيت يعني نستعجل في ذهابه للمستشفى، لان هالشيء يعني ممكن يعرض حياته للخطر. ذكرت لنا دكتور معلومه عفوا جدا مهمه، ان هناك ثلاث اشياء ممكن نركز عليها اذا الشخص كلامه تغير او استوى، يعني طريقه كلامه مش نفس الطريقه المعتاده، او اذا كان عنده قلت لنا دكتور كتفه من فوق او ايده من فوق صار لها موضوع يعني اختلافات معينه ممكن اذا ركزنا عليها. لو تعيدها دكتور بتبسيط للمستمعين. نعم هذه الاعراض هي ثلاثه مثل ما قلت، هي تختصر بكلمه فاست اللي هي اف للوجه، اي تغيير في الوجه في شكل الوجه، تدلي في الوجه، لانه هذا التغيير يدل على انه في 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 اعصاب تسمى بالكرين النيرف في الوجه، لو حصل شلل لأي أحد من الأعصاب هي دائما تكون مصاحبة للسكتات الدماغية، هذا التغيير في الوجه مهم جدا، أي شخص ممكن يعرف إنه والده ولا والدته ولا أخوه الكبير، المهم إنه في تغيير في شكل الوجه، فهذا ممكن يدل على جلطة. دائما تدلي أو مع تدلي الوجه أو شكل تدلي الوجه بيحصل دائما إنه الأكل بيتراكم على الجهة الضعيفة من الفم، يعني إذا كان يصيب مثلا بشلل في الجزء اليمين من الوجه دائما الأكل لما يجي أكل يحصل تراكم في الأكل، صعوبة في المضغ في الجزء الأيمن، أو لما يشرب ماء أو سائل دائما السوائل بتزل أو بتنزل برضو من الجزء من الفم، يعني الجزء الضعيف، هذه مهمة جدا. الشيء الثاني اللي هو اليد، دائما ممكن طبعا اليد والأرجل، دائما الجلطات تصيب أو تعطي باختلاف أنواع الجلطات تؤثر على الطاقة أو الباور مال الأيدي أو الأرجل، فممكن تقييمه من اليد، إذا حد أعطيته شيء ويطح منه على طول، يعني أنت مثلا أعطيته شيء يمسكه وطح منه على طول، تعرف أنه في ضعف في اليد، الضعف ده ممكن يكون فوق اللي هو في الساعد أو يكون تحت في الأيد نفسها، يعني ممكن واحد يجي بجلطة أو سكتة دماغية ويكون عنده ضعف في الأيدين في الـ في الـ في الـ في, الـ في الهانس، يعني في اليد نفسها، ما يقدر يمسك حاجة، أو لو أمسك مثلا كوباية شاي تطح منه على طول. الشيء الثالث اللي هو السبيتش الكلام، اي تغيير في طريقه الكلام، في الكلام ما قادر يتم الجمل او يبحث عن جمل اللي يقولها او تقول له كلام يجاوب بطريقه مختلفه، فهذا ممكن تكون من اعراض الجلطات. اللي هي الحرف الرابع في كلمه فاست هو التاء، يتكلم عن التايم، ذات مينز انه التايم مهم جدا، هذا يعني انه الوقت مهم جدا جدا في موضوع السكتات الدماغيه للوصول للمستشفى في اسرع وقت. فهذا انا تكلمت عن التقييم السريع لانه اي حد ممكن يعمله في البيت وما يدخر على انه يطلب الاسعاف لنقل المريض للمستشفى. نعم دكتور معاوية، هل هناك عوامل ممكن تزيد من التعرض للسكتة الدماغية؟ نعم بالطبع، هذه العوامل تسمى عوامل الخطورة، الناس كلها تعرفها طبعا، عندنا الضغط عموما طبعا تختلف بالعوامل الخطورة لتسبب اي نوع من الجلطة، لكن عموما عندنا طبعا ضغط الدم المرتفع، الناس اللي ما بيجوا المستشفى وبيزوروا مراكز. عفوا دكتور عندك شوي ازعاج في الخلفيه، اذا ممكن ما ادري هل هو صوت الهواء او يمكن دكتور حاط السماعه، اذا تشيل السماعه بيكون كذا اوضح. نعم اي ممكن الغيها كده، سامعني؟ تفضل دكتور. هي نعم ايوه 100%. العوامل هذه تسمى عوامل الخطوره، صحيح. اللي من ضمنها هي الضغط، ارتفاع ضغط الدم، الناس ما بيشوا المستشفى والمراكز الصحيه لتلقي علاجات والضغط وضبط ضغط الدم، عندنا الداء السكري برضه، عشان كمان ننصح اي مريض عنده ضغط عنده سكري لازم يزور المراكز الصحيه ويتلقى العلاج بانتظام، عندنا زياده الوزن او السمنه، وهذه تعريفها انه في حاجه اسمها البي ام اي او بيسموها المعدل اللي هي علاقه بين الطول والوزن، بيكون المعدل اكثر من 30، هذه زياده الوزن او السمنه، قله النشاط البدني، عشان كده مهمه جدا الرياضه، دائما اهتمام في دبي وحكومة دبي عن الرياضة، كل حكومة رشيدة مهتمة بالرياضة لأنه مهمة جدا هذه الرياضة للوقاية من الجلطات الدماغية، عندنا شراب الكحول وعندنا الأدوية الممنوعة زي المخدرات وكذا. هذه عوامل تسمى عوامل عامة، في عوامل طبية زي ما قلت هي ضغط الدم، التدخين أو ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، وعندنا أشياء طبية تانية في مرض يسمى
سليب أبنية وما يسمى بالعربي انقطاع التنفس الانسدادي. ده برضو يحصل للناس اللي شوية وزنهم زيادة وعندهم عنق يعني قصير، دائما تحصل لهم صعوبة في التنفس وشخير بالليل، هذول برضو معرضين للإضطرابات الدماغية. عندنا بعض المرضى اللي هو أمراض المرضى اللي عندهم أمراض القلب الوعائية، إذا كان عندهم أي قصور في القلب أو ما يسمى بالإتري فيبريليشن، يسمى الجفان الأذيني، بعض أمراض الصمامات، بعد لو أي خلل في الصمامات، هذه كلها من تعدي لأنه في جلطات تكون في القلب ويمكن أن تصيب الدماغ في فترة من الفترات. وثيرة أخيرا طبعا موضوع الكورونا، بعض المرضى برضو طبعا دراسات حتى الحين موجودة إنه في علاقة بين الكورونا وزيادة الجلطات الدماغية ولا لا، لكن لوحظ أنه برضو في دول أوروبية أنه الكورونا ممكن تزيد خطر الإصابة بالجلطات الدماغية. عندنا عوامل أخرى هي مهتمة زي العمر، كل ما تقدم العمر عندنا عوامل زي العرق والجنس، إنه معروف إن الجلطات الدماغية هي في الرجال أكثر من النساء، وبعض برضو في النساء بعد الهرمونات، يعني النساء اللي يأخذوا الهرمونات بتاعت منع الحمل وكذا كلها ممكن تسير أو تزيد خطر الإصابة بالجلطات الدماغية. لكن هذا طبعا العوامل تختلف باختلاف النوع الجلطة اللي ممكن تصيب الشخص يعني. نعم، فطبعا دكتور معاوية، إذا نحن تكلمنا عن السكتة الدماغية بشكل عام وأعراضها وطريقة الوقاية منها، هنا نبي نتكلم عن دور هيئة الصحة في دبي. شو دور هيئة الصحة في دبي للمرضى عفوا في هذا الجانب، وكذلك نبي نعرف مستوى الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة في دبي في دقائق دكتور، لو تذكر لنا مستوى الخدمات. ايوه، طبعا واحده من الحاجات المهمه جدا التدقيق الصحي، وانتم مشكورين توصلون هذه الرسائل للمستمعين، لانه زي ما قلت التدقيق الصحي مهم جدا لهذه الاشياء. هيئه الصحه في دبي مهتمه جدا بهذه الاشياء، لانه عندنا عدد كبير جدا من الجلطات الدماغيه تشمل مستشفيتين اللي هو مستشفى دبي ومستشفى راشد. القسم الاساسي اللي هو قسم الجهاز العصبي طبعا موجود في مستشفى راشد. فالخدمات التي تقدم من هيئة الصحة في دبي، عندنا ورش عمل، عندنا تدقيق صحي زي الموجود الآن في الإذاعة، عندنا الإسعاف اللي هو طاقم الإسعاف من البداية، كله طاقم وكله مؤهل ومدرب للتعامل مع هذه الحالات، عشان كذا نحن ننصح أي مريض عنده أعراض سكتة دماغية يتصل بالإسعاف، لأنه حتى الإسعاف فيه كادر مدرب للتعامل اللي هو الإسعافات الأولية للجلطة الدماغية. نعم. بعد ما يرضى يصل المريض للمستشفى، هيئة الصحة دبي موفرة كل الخدمات المنوطة، هي بأحدث المعايير العالمية المنوطة بعلاج أمراض السكتات الدماغية. من يرضى يصل المريض إلى الطوارئ، في طبيب يستقبله قسم التمريض، وكل العوامل التشخيصية كالأشعة المقطعية، أشعة الرنين، الفحوصات الثانية كموجات تلفزيونية للقلب، موجات تلفزيونية وموجات صوتية لأشعة الرقبة، جهاز الهولتر اللي هو قياس انتظام ضربات القلب، هذه كل المعينات مع فحوصات الدم ومختبرات بعد مؤهلة تماما لفحوصات الدم الخاصة بالجلطات الدماغية، هذه كلها موجودة. بعد ذلك يحصل تقييم للمريض حسب خطورة الجلطة الدماغية. بعض المرضى يتم تحويله لمستشفى راشد لأنه هناك في إمكانيات أعلى وفي علاجات مختلفة، وبعض المرضى يتم تنويمه في مستشفى دبي. بعد التنويم في 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 خدمات تقدم في طاقم كامل للسكتات الدماغية يسمى. نعم، طبعا دكتور لضيق الوقت اليوم احنا نتكلم اكثر عن في حلقة خاصة عن السكتة الدماغية وخدمات هيئة الصحة في دبي، لان اليوم احنا تعرفنا عن السكتة الدماغية بشكل عام، حابين نتعمق اكثر في معرفة الخدمات المقدمة. طبعا دكتور معاوية سيد أحمد أخصائي الأمراض الباطنية في هيئة الصحة في دبي، اليوم قدمت لنا معلومات جدا قيمة. أولا شكرا دكتور، نعرف ضيق الوقت لديك، وعرف بالذات يعني للتواصل والتنسيق معك، عرفت أنك دكتور طبعا الوقت لديك ضيق وتعمل ليل
ليل بنهار، فأشكرك وأشكر فريق العمل في هيئة الصحة في دبي على إتاحة لكم يعني إتاحة هذا الوقت البسيط لنا للمشاركة ولتثقيف المجتمع. شكرا لك دكتور معاوية. مشكورين شكرا جزيلا، فرصة سعيدة. شكرا دكتور معاوية. أختي آمنة، الحقيقة موضوع شيق وموضوع مهم، واستفدنا أيضا من الدكتور بأن أيضا احنا نوجه رسالة ونضم صوتنا مع صوت الدكتور بأن أي شخص عنده أي مرض مزمن سواء من الأمراض المزمنة المعروفة اللي هو يأخذ دائما أدوية لابد أن يتابع ولا يهمل مواعيده بشكل مستمر مع الطبيب المعالج أو الفريق الطبي المعالج، لأن الإهمال ممكن يؤدي إلى بعض المشاكل والمشكلة اللي تكلم عنها الدكتور اليوم، السكتة الدماغية. نعم أخي عبد الله، أي أعراض ممكن تظهر مثل ما ذكر لنا الدكتور معاوية يمكنهم على طول الاتصال بالإسعاف، لأن الإسعاف هم أفضل ناس ممكن يعالجون يعني الحالة من البداية. صحيح. أتمنى لكم مستمعينا الأعزاء دائما الصحة والسعادة. ومع هاي الفقرة وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ونتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أني أشكر فريق العمل المبدع معانا اليوم، كان فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرة الغفلي، وفي الإعداد والتنسيق والإعداد الأخت ميرة الغفلي، وأيضا في الإخراج مخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد. وشكرا جزيلا لك أختي آمنة العلي. شكرا لك أخوي عبد الله، استمتعنا بحلقة اليوم. نعم، وتقبلوا تحياتي مستمعينا الأعزاء، عبد الله محمد جمعة، وأتمنى لكم إن شاء الله دائما الصحة وسعادة، ونهاية أسبوع إن شاء الله موفق. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.